هات يا دي عوضين ورقه وقلم واكتب لي الحاجات اللي اقول لك عليها دي يا ولد. ايوه ابو الحاج عوض، اكتب ايه؟ اكتب لي كل الاسماء اللي هملها لك دلوقتي. ايوه عني انا اني 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 هاخد كراسه من كراسه المنيل دي، والتليفون بتاعه هنا اهو. بس اسامي مين اللي هنكتبوها دي يا حاج عوض؟ جول دي كل العيال اللي بيتفرجوا على الواد المنيل اللي اسمه بحبح وبيكتبوا له تعليقات. طب وانت عايز اساميهم ليه يعني؟ لا مؤاخذه يعني هتعمل لهم ايه انت؟ اسيادنا عايزين اساميهم واحد واحد ونفر نفر عشان هيقطعوا النت عليهم كلهم. حلاوتك يا حاج عوض وحلاوه اسيادك. قول يلا، قول اول اسم كده يلا مليني. ايوه اكتب اساميهم عشان النت تفصل عندهم. قول. اول واحد اسمه هي بالسين ولا بالصاد؟ قوم جابت عليكم. انا مش كاتب، انا مش كاتب. هي بالسين ولا بالصاد؟ البحبح عليك ابني وداني، البحبح عليك. أعزائي المشاهدين متابعين قناة البحبحاني في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهد، الفيديو ده مهم جدا، موضوع اتكلمنا فيه كتير لكن ما فصلتوش بالطريقة اللي هقولها لك دلوقتي. كم مرة جيت تناقش أي حد صوفي أو سمعت حد بيعمل حوار مع حد صوفي وقال له أنت بتكره الأولياء، وذكر له نص الآية اللي بتقول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وما بيكملكش الآية الذين آمنوا وكانوا يتقون، أو حتى ما بيفكرش يقرأها من الأول لأن شيخه حفظه الكلمتين دول بس، أو مثلا سمعت حد، او ممكن تلاقيها في التعليقات يقول لك بحبح بيكره الاولياء، او البحبحاني ما بيحبش آل البيت، برضه هو اتعلم كده بس، مع ان انا لا بكره الاولياء ولا بكره آل البيت، بل انا ادعوك انك تتبع الاولياء وآل البيت في طريقه العباده الى الله. طب هي فين المشكله يا بحبح؟ اقول لك المشكله، في قاعده فقهيه بتقول مشروعيه الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. يعني ايه؟ تعالى مثلا ناخد حكم شرعي، صيام رمضان، الصيام هنا اصل، لكن في رمضان وصف، حد بيصوم في رمضان. طب الصيام حلال، طب في رمضان مذكور في القرآن. طب صيام يوم العيد، الصيام هنا أصل، طب يوم العيد وصف. طب الصيام حلال، طب يوم العيد حرام. طب أنا لما أنكر على حد إن هو يعمل كده، هل أنا بنكر عليه الأصل أم الوصف؟ أبسطها لك، الذكر الجماعي، الذكر هنا أصل، الجماعي وصف. طب بالنسبة للذكر، الذكر مذكور في القرآن، اذكروني أذكركم، اذكروا الله ذكرا كثيرا، الذاكرين الله كثيرا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا، وآيات كتير، يعني الأصل مشروع. طب كلمة الجماعي، الذكر الجماعي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، فلما تيجي تقول له يا ابني الحاجة دي ما حصلتش، يستدل عليك بدليل الأصل وليس الوصف، فيقول لك ليه يا عم انتوا الوهابية بتحرموا ذكر ربنا؟ ربنا في القرآن بيقول لك اذكروا الله ذكرا كثيرا، وانت بتقول لي ما تذكروش ربنا؟ ربنا قال لك اذكروني اذكركم، وانت تقول لي ما تذكرش ربنا يا وهابي يا متترف؟ بص يا انت بتكره الاولياء، اديك بتحرم ذكر ربنا اهو. يا حبيبي ده في الاصل وليس في الوصف، فلازم انك تفرق ما بين اصل العبادة وما بين وصفها. طب مثلا لو هنتكلم عن الصلاة، الصلاة في الصحراء، الصلاة هنا اصل، طب في الصحراء وصف. طب حكم الصلاة في الأصل اصل ايه؟ حلال، واقيموا الصلاة. طب بالنسبة في الصحراء، النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد، الا هنا هقولها لك بعد ما تعرف الوصف الثاني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استثنى حاجة من موضوع الارض ده. لما اجي اقول لك مثلا الصلاة في المقابر، الصلاة هنا اصل، طب كلمة في المقابر ده وصف. طب لما اقول للواحد النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الا الخلاء والمقابر، فلما اقول للواحد ما تصليش في المقابر ما يجيش يقول لي ربنا قال واقيموا الصلاة، انت بتستدل عليا بالاصل وليس الوصف. فلما نقول للواحد الذكر اللي انت بتعمله في الحضرة ده لم يرد عن النبي، ما تقوليش انت بتكره الناس في ذكر ربنا. فلما تيجي تقول للواحد ما تعملش الكلام ده ما يستدلش عليك بدليل الاصل. انت معانا ولا ايه؟ تعالوا بقى نشوف شوية عبادات من وصف الصوفية، لا هي اصل ولا هي وصف، حاجة كده تهب على القلب فيتلقفها العقل ولا يعرفها الدارسون. انا بقول خلونا نبدأ عشان ما نطولش عليكم، خلونا نبدأ. عزيز المشاهد، عايزك بقى ايه تشوف ده اصل ولا وصف. يعني ده ذكر، ناس بتقول لا اله الا الله، فلما تقول له يا عم انت بتعمل ايه الهبل، ايه المجانين دول، فيقول لك ايه ده قول لا اله الا الله عندك مجنون، اللي يذكر ربنا عندك مجنون. طب ما هو ده وصف مش اصلي. ايه ده؟ مين قدوتنا احنا كمسلمين يعني؟ ما تقوليش بقى الشيخ فلان والشيخ علان، اللي افضل من ده كله مين؟
العالم فلان والفلان، ما تقوليش علماء. الوالي الفلان مش عايز اولياء. مين يا عم اروح فين اكتر من كده؟ الصحابه يا عم، هات لي النبي صلى الله عليه وسلم افضل من الصحابه وافضل من التابعين وخير البشر، نشوفه عمل ايه وقال لنا ايه وعمل كده ولا لا، وهل هو بلغ الرساله كامله ولا قصر فيها؟ ما هو لو هو عارف ان اللي انتوا بتعملوه ده في خير وهيقربنا من ربنا وهيدخلنا الجنة وهيخلي ربنا يرضى عننا وهيخلي عيالنا تاكل شوكولاتة، يعني هو لو شايف ان الحاجات دي فيها خير وما قلناش عليها، فيبقى انت بتطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ان هو عارف الخير فين وما دلناش عليه، او انك انت مشرع. هو قال لك انا ما تركتش فيكم القرآن ولا السنة ولا اتممت لكم دينكم، لا انت بقى كملوا يا باشا، كملوا انتوا بقى بعد مني. عايزين حل بقى، عايزين نشوف انتوا بتعملوا الكلام ده ليه. ايه ده؟ واحد مرصف اتفضل يا عم. شوف عمك الحاج بقى يا با يا با يا با يا س حب اهو يا با. ده اصل بقى ولا وصف؟ تيجي تقول انت العبط اللي بتعمله ده يا حاج، يقول انت ما بتحبش النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمه الزهراء واخوك الحسين سلام، وابوك الامام علي وجدك المصطفى. لا والشيخ ابراهيم عادي بالنسبه له. خليك مع سيدنا النبي يا اخو. شوف دول بقى، دول بيعملوا ايه؟ دول بيذكروا ربنا يا عم. هو انت بتحرم الذكر؟ ربنا قال لك اذكروني اهو بنذكره يا عم. النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده، الصحابه ما عملوش كده، التابعين ما عملوش كده، يعني قول لي بقى. هشك بشك وشخليل رقص، دينهم رقص، تيجي تتكلم انت وهابي تكفيري اخواني مجوسي شيعي اي حاجه، المهم انك ما انتش صوفي، وكل اللي فيهم يجيبوه فيك، وكل العيوب اللي في الدنيا بحالها يجيبوها فيك. ليه؟ عشان بتقولهم النبي ما عملش كده، انت ما بتحبش النبي. يالا انت يالا بت اتفضل يا عم. طب انا هوريك صوره، واحد امبارح كفرني وشتمني، يعني كفرني وشتمني مع بعض على ما الفيديو يخلص اهو. فرق اهو، شوف كاتب على الصوره. استنى قرات علي اكس كده وقال لي كافر يا ابن الكذا. ليه؟ بدون علم وبدون دليل ولا ايه. انا انت كده انت بتشتم وخلاص، انت وهابي خلاص. ده واحد دجال بيطلع العفاريت من على النسوان. اتفضل. فطبعا بيكسر ازاز والوليه كمان بتساعده. طبعا انا هحاول اداري على المصايب دي، معلش لسه بتعلم برضو المونتاج، لسه العمليه بايظه مني اهو. دي الحاضره بقى، دي حضره جن وشياطين اللي بتقلدها الصوفيه، لكن ابدا اذكر ربنا. ده دجال، معروف ان هو دجال، يعني هو بيعمل الكلام ده في الاستخبص، التصوير ده من وراه يعني كده. هو بيشرب اللبن وبعد كده يجيب حمامه يذبحها على الازاز وبعد كده ويطلع الجن من عليه. اهو اتفضل يا سيدي. ده الزار بقى. شفنا الكلام ده فين؟ في الحضره، حضره الصوفيه. اهو اتفضل. اتفضل يا مجدي. الذبح لغير الله، داري يا بنتي على الكلام ده. ويا ريتنا نقطتين بس كده وخلاص، مش لسه صاحي. بعد كده عزم على اللي قدامه ومدايده اهو. حضر حضروا يا كبير. اهو ايه علاقة الدين بكده؟ ده ايه علاقة الاسلام بالكلام ده؟ اهو اشتغلت. وعمك الحاج قاعد وراه بيطبل وخلاص، والتاني عمال يزمر. دين ده، دين اهو، دين دين. ادي الهبل في الجبل، ده اسمه ايه؟ الهبل في الجبل. ده بقى بعد مرحلة النسوان بقى ملاليط بقى، مليطة خراب ورقص وفحش وتلامس وتحرش وزي ما تقول قول.
بس يا عم. اعزائي المشاهدين وبكده يكون فيديو النهارده خلص. انا بحبكم في الله. لو وصلت لاخر الفيديو اكتب لي في التعليقات انك وصلت. انا بحب الناس اللي بتوصل لاخر الفيديو. ما صدقتش الفيديو اللي فات لما لقيت ناس بتقول لي انا بوصل لاخر الفيديو. انتوا والله خد حته من قلبي اللي انت اهو خد يد الرجاله بس يا جدعان. والله انتوا على دماغي، انتوا على دماغي. انا بحبكم في الله. واللي قبل كده برضو يعني كل واحد وظروفه ما معهوش نت، يعني ندعي لهم ربنا يرزقهم ويشحنوا الباقه. يعني انا بحبكم في الله وعند الله تجتمع الخصوم. سلام عليكم. ترجون شفاء بولي ووليكم مات مريضا، ترجون بهم قرب الله ما كان الله بعيدا، حاشاه ما كان بعيدا.